يقال أن تعيش مرة ويقال إن الفرصة تأتي مرة وأقول لهؤلاء ذوي الرأي شائع جربوا الجهاز الرائع أرى أن ديجافو سيء بل يصبح كل شيء مألوفا كحلم يكرر لك شيئا ستنخدع برغم أن ما يحدث معروفا يجب فعل شيء إذا استمر التكرار أعلم إذا حدثت لي مضاعفات نتيجة لذلك ربما تحدث أكرار سأنسى وأستمتع بهذه الأوقات أنا سأنجح ففرصتي كبيرة للغاية بفطنة على الأرجح وسائلي تبرر الغاية سينتهي خوفي سأغير مصيري وأحسن ظروفي إذا اليوم الأمر سيفشل نصلحه غدا فدوما نجد الأمل إذا اليوم الأمر سيفشل نصلحه غدا فدوما نجد الأمل إذا اليوم الأمر سيفشل نصلحه غدا